بسم الله في اطفال كتيره بقت بتبقى مخطوفه من اهلها وفي مثلا ناس بتلاقي طفل وتدور عليه او بتلاقي طفل مع واحد بيشهد بيه مش عارف ازاي يرجعوا لاهله ففكره ان انت ترفع الصوره على مواقع زي الفيسبوك والتويتر والحاجات ديت يعني الناس الله انك تاخد ثواب العمل الصالح انت بتعمله بس صعب او فرصه ان واحد يلاقي صوره ابنه او بنته نادره جدا فالحل كده ان يبقى في موقع متخصص لكده قاعده بيانات كبيره جدا فيها كل المعلومات الخاصه بالاطفال يعني كل واحد بيروح يرفع صوره الطفل اللي ايه او الطفل اللي بيدور عليه مع المعلومات مع تحديد المنطقه والموقع دوت فيه برنامج بسيط للتعرف على الصور بحيث ان هو بيبدا يحلل الصوره بيعرف مثلا الصوره دي ايه و وبيدور على الصوره تكون قريبه منها زي لما ترفع صوره على الفيسبوك فهو يبدا يقولك صور الناس اللي معاك ده فلان وفلان وفلان يبدا بيتعرف على الوشوش تمام فدي بتسهل الموضوع ان انت مش هتقعد تعمل سيرش في كل حته لا هو بيشوف اقرب الاطفال ليه فبيقترح عليك مثلا اربع خمس صور وبالذات لما يكون محدد المكان مثلا مدينه القاهره اسكندريه فبيقللك الصور اللي هي انت بتدور فيها في مواقع كتيره موجوده دلوقتي حاليا بس هي متخصصه بالانجليزي فيا ريت لا إما نعرب الموقع لا إما نخلي الموقع خاص بالعربي، المبرمج اللي يعمل كده ربنا يجزيه خير ممكن ياخدش منه شغل تلات أربع أيام بس الموقع هيبقى شغال مدى الحياة هو مش هيحتاج منه حاجة خالص لأن هو خلاص اتعمل فمحتاج محتاج بس ممكن صيانة أو تحديث إنما الموقع هيبقى شغال. اوتوماتيك اول ما حد يرفع الصوره يبدا يعمل سيرش ويجيب له الصور اللي ربما منها في موقع موجود على النت دلوقتي ريفيو نوت مثلا في موقع اسمه فايند يور ميسينج شيلد تمام في موقع تاني اسمه فايند ذا ميسينج في تطبيق على النت اسمه ميسينج بيرسون التطبيق ده مثلا أول ما بترفع البيانات لو لا في تشابه لك لو لا أي حاجة جديدة بيبعتلك برضه رسالة إن في طفل لأناب بالمواصفات ديت فأتمنى إن حد يهتم ويعمل موقع يسهل السرعة على الطفل في الوطن العربي.